ان كان من كلمه في النهايه اخواني، خلاص احنا دلوقتي بقى في الايه؟ الساعات الاخيره استعدادا ل 10 ذي الحجه، الساعات الاخيره استعدادا ل 10 ذي الحجه باذن الله سبحانه وتعالى. يعني انا عايز اقول يا اخواني ان هذه الايام بيحصل فيها حاجه لا تحدث في الدنيا على الاطلاق نهائيا، حاجه لا يحدث لها مثيل في الدنيا نهائيا. حد عارف هي ايه؟ في حاجة بتحصل في 10 ذي الحجة لا يحدث لها مثيل في الدنيا. ايه؟ ايه؟ الحج. جميل، بس يعني أنا مش قصدي كده. أنا قصدي في حاجة بتحصل، يعني في فعل من أفعال الله بيحصل في 10 ذي الحجة لا مثيل له في الدنيا بأسرها. ايه اللي بيحصل بقى؟ يا عم العتق من النار في رمضان يا حسام، تكفيري سنة اللي قبلها واللي بعدها مع عاشوراء برضو بيكفر سنة. ماشي، جميل ان عرفة هيكفر ذنوب السنة اللي فاتت والسنة الجاية مقدم. انت عارف واحد دافع مقدم؟ دافع تكفير السيئات مقدم لمدة سنة. انما في فعل من افعال الله بيحصل في 10 ذي الحجة لا مثيل له الا في الجنة، لا مثيل لهذا الفعل الا في الجنة. ينظر؟ طب ما ربنا في نصف شعبان بينظر لاهل وربنا في الثلث الاخير من الليل يتنزل، ربنا في الثلث الاخير بيتنزل. مش ممكن. صحيح مسلم ايه؟ مباهات الله للملائكة، ربنا بيباهي بينا الملائكة لو قعدنا نذكر الله في اي يوم في اي وقت ونحمد ربنا. ما هو ايه يوم عرفة؟ يا اخوانا لما نقرأ قال الله او قال رسول الله نطرطق ودنا ونركز في كل كلمة. في فعل بيحصل في هذه العشر هو بيحصل يوم عرفة فعلا لا مثيل له في الحياة الا في الجنة ويوم القيامة. يطلع منا يتجلى الله لأهل الأرض، يتجلى الله، حديث صحيح مسلم، يتجلى الله يباهي بأهل عرفة الملائكة. واحد هيقول لي يعني ايه يتجلى الله؟ انا جمعت كل الاحاديث اللي جه فيها لفظ يتجلى الله، لقيت ان التجلي لا يحدث الا يوم الجمعة في الجنة، وهو يوم الايه؟ يوم المزيد، يوم المزيد ويوم عرفة. كأن من أراد أن يفوز بيوم المزيد في الجنة فليفوز بيوم عرفة في الدنيا. طب الوقت عندنا ثلاث حاجات، التلت الأخير من الليل إيه الفعل اللي من أفعال الله بيحصل؟ يتنزل الله. طب وليلة النصف من شعبان إيه الفعل اللي من أفعال الله بيحصل؟ إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله، يطلع الله يوم عرفة، ايه الفعل اللي بيحصل؟ يتجلى الله. ايه الفرق من التلاتة؟ الاطلاع يوم النصف من شعبان، ولله المثل الاعلى، المثل الاعلى زي تفتيش كده، كل واحد بيعمل ايه؟ اللي مشغل كويس هياخد مثوبة، هو تغفر له كل سيئاته قبل ما يطلع الصحيفة في اخر شعبان او في شعبان. طب التنزل ده يعني ايه دلالته؟ ولله المثل الاعلى، ولله المثل الاعلى، ولله المثل الاعلى. واحد قالوا له الحق ابنك مثلا او ابنك مثلا في مصر في مشكلة فيركب ويروح، يعني كأن في واحد بيغرق وحد بيلقله طوق نجاة. فالتنزل فيه رحمة وفيه ود وفيه تحنن من الله سبحانه وتعالى. ولكن لفظ يتجلى الله، اللفظ المهول ده، ده اللفظ بتاع يوم المزيد حينما يتجلى الله لأهل الجنة. عشان نعرف يا اخواني ان 10 ذي الحجة دي لها مقام خطير، 10 ذي الحجة دي لها مقام خطير. حينما يتجلى الله، يعني دلالة التجلي دي عايز تعرفها افهم حديث التجلي في يوم الجمعة في الجنة، وهو يوم الايه؟ وهو يوم المزيد. فهذه ايام يعني بتوصل لحاجات عالية اوي، كأن ده يوم المزيد بتاع الدنيا، ده يوم العطاء بتاع الدنيا. لان يوم التجلي حديث يوم الجمعة يوم المزيد في الجنة، حينما يتجلى الله فيسأل فيأمر اهل الجنة ان يسألوا، اطلبوا اللي انتوا عايزينه. سبحان الله، الاتنين مشتركين في اجابة الدعاء وتحمل التبعات وتفريج الكربات، اطلبوا اللي انتوا عايزينه.
فيسأل أهل الجنة حديث النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الترغيب والترهيب حتى تنقطع بهم الرغبة لحد ما عادش عارف حاجة. يعني أنا زرت واحد صاحبي في الفردوس الأعلى فشفت نعيم مش عندي، وزرت واحد صاحبي في جنة الصدقة فشفت نعيم مش عندي، ومراتي لها قصر في جنة الصيام فشفت نعيم مش عندي، فيقعد يطلب يطلب يطلب، بعد كده ما عادوش لاقيين حاجة يطلبوها، فحينئذ يفتح الله لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب إيه؟ على قلب بشر. الكلام ده انت سمعته قبل كده؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، سمعناه كتير صح؟ طب ايه الفرق بين ما لا عين رأت يوم المزيد في الجنة وبين الوقت لما يتقال لنا الجنة فيها ما لا عين رأت؟ حد يقدر يقول لي الفرق الرهيب ايه؟ ماشي، حد يقدر يقول لي الفرق ايه؟ ان انت الوقت لما يتقال لك الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ماشي، ما انت اخر افق تصورك هو الدنيا، والدنيا دي ما تجيش جراح بعوضها اصلا ولا شيء بالنسبة للجنة. انما الكلمة الخطيرة في حديث يوم المزيد يا جماعة ان ربنا يعطي اهل الجنة ما لا عين رأت بعد ما شافوا الجنة، يعني ما لم يروه حتى في الجنة، يعني ما لم يسمعوا عنه حتى في الجنة، يعني ما لم يخطر على قلوبهم حتى في الجنة. وده دلالة ان نعيم الجنة ايه؟ تصاعدي. ان كل يوم مزيد كأن الجنة بتتعمل من جديد، كأن الجنة يوجد فيها اصناف نعيم لم توجد فيها من قبل اصلا. كلام عظيم، ده اسم معنى يوم المزيد، يعني مزيد من رؤية الله ومزيد من كرم الله الذي اصلا حتى اهل الجنة نفسهم لم يتخيلوا حتى بعد دخول الجنة. انت متخيل؟ متخيل هذا الامر؟ فده يوم المزيد يتجلى الله. يبقى ربنا لما يتجلى بيبقى الكرم درجته ايه؟ بيبقى دي درجة الكرم. يبقى انت عايز تعرف بقى دلالة كلمة يتجلى الله في عرفة، شوف لما بيتجلى الله لأهل الجنة بيديهم ايه؟ بيعمل لهم الجنة دي كلها نيولوك، يا استغفر الله، يعني اقصد الجنة دي، يعني تخيل انا عملت لك قصر مهول وبعد كده اقول لك شوف الاسبوع الجاي بقى انا اعمل لك قصر ولا عمرك تتخيله حتى بعد ما تدخل القصر ده، والاسبوع اللي بعده قصر عمرك ما تتخيله حتى بعد ما تشوف القصر اللي بعده. ايه ده؟ ده لا حدود لقدرة الله على خلق اصناف النعيم، سبحان الله، ده حاجة تبهر بقدرة الله اصلا. يعني كنت بقرأ النهاردة في قول الله في سورة الزمر، لو اراد الله ان يتخذ ولدا ايه؟ لاصطفى مما يخلق ما يشاء. يخلق ده جت فعل مضارع، يعني ربنا بيخلق ما لا نعلم اصلا من اصناف الكائنات التي لا نتخيلها. يعني مش صفة الله الخلق ان ربنا خلق ولم يعد يخلق شيء، ده ربنا بيخلق ما لا نتخيله من المخلوقات العظيمة المهولة المهيبة. ربنا قدرة الله على خلق اصناف النعم وقدرة الله اصلا سبحانه وتعالى مطلق قدرة الله. فتخيل بقى لما ربنا يقول لك انه يتجلى يوم عرفة، يبقى هيديك ايه؟ يبقى هيديك ايه؟ يبقى كرم ربنا ونفحات ربنا في اليوم ده تبقى ايه؟ يبقى العشر من ذي الحجة دي ايه؟ عشان كده الكلمة الجميلة قوي 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 اللي قالها دكتور غريب اللي اضافت بعد بقى للي احنا قاعدين ندن فيه بقالنا اسبوعين. احنا قلنا اتكلمنا الدروس اللي فاتت عن اعمال العشر، جهاد العشر، وهنعمل ايه؟ والنهاردة اتكلمنا عن ايه؟ نية العشر، تجديد النية، لان قلنا ان كل الاعمال بتاعت العشر مش هي الغنيمة العظمى بتاعت العشر. امال ايه الغنيمة العظمى دي؟ الغنيمة الصغرى. يا نهار ابيض، كل الحسنات دي مش الغنيمة العظمى؟ امال الغنيمة العظمى ايه؟ انك تخرج من عشر ذي الحجة مسار حياتك متغير، انك تخرج مستقيم، ما ترجعش بعدهم تايه، ما ترجعش بعد مواسم العبادة زي رمضان تايه. وقلنا ان عشان تخرج منهم مستقيم لازم من قبلهم تصحح ايه؟ صح، النية. ان النية استقامت هتعرف تستفاد منهم في استقامة حياتك. النقطة الثالثة اللي دكتور غريب اضافها لنا بقى قالها في وسط الكلام كلمة جميلة قوي، الهدف. الهدف لما قال لك شوف انت بتخرج من رمضان مقلوب ازاي، لانك تعبت فعلا في رمضان،
واعتكفت في رمضان وتهجدت في رمضان وتراويح في رمضان وخطبات في رمضان، يبقى لازم تحط لنفسك هدف انك انت تخرج من العشر زي ما خرجت من رمضان مقلوب متغير، وده يستلزم جهد كبير باذن الله سبحانه وتعالى. في هذه الايام العد التنازلي بقت مساله ساعات، عايزين نجتهد في اليومين دول الاستعداد. 10 ذي الحجه يبداوا مغرب السبت ان شاء الله، بس انت تبقى مستعد من قبلها، زي ما النبي عليه الصلاه والسلام كده كان مثلا اعتكاف العشر الاواخر من رمضان يبدا مغرب ليله 21، النبي ممكن يروح من صلاه ايه؟ يدخل الاعتكاف من صلاه ايه؟ الفجر. كان ممكن يدخل من الفجر، ليه؟ لان الموضوع عايز من بدري، فانت بقى خدها من العصر، خدها استعد من قبلها، يعني مش المغرب تبدا، يعني خليك ايه الايام تبدا وانت في المسجد، الايام تبدا وانت مستعد، بحيث ان انت تعظم حرمات الله وتعظم مواسم العباده وتعظم ايام الله سبحانه وتعالى. عايزين نشد حيلنا في الدعوه الى الله في اليومين اللي باقيين، عايزين نعرف كل الناس فضل 10 ذي الحجه. الورقه اللي احنا عملناها ورقه عقد عمل، يعني فضل ومنه الله بدات بقى من امبارح تتوزع بقى يعني وتروح للناس اللي طلبوها. اللي عايزها يدخل على موقع الطريق الى الله يلاقيها، يسحب الورقه، يطبع الورقه عند اي حد يصورها او يتصل بالرقم بتاع نشر الهدايه يجيبها. انما المقصد يا اخواني ايه؟ المقصد ان احنا لازم نشتغل في الدعوه الى الله، لازم نتكلم عن ربنا. شوف اي درس من دروس 10 ذي الحجه على موقع الطريق الى الله، اسمعه وقول منه للناس. الموضوع كبير والموسم خصب وكبير، ما تضيعش على نفسك ثواب الدعوه الى الله فيه، لان كل واحد هيعبد بسببك هيبقى في ميزانك، كانك انت قعدت 10 ذو الحجه، 10 عبدوا بسببك، كانك 10 100 يوم ذو الحجه، كان ذو الحجه بتاعتك بقت 100 يوم، في 100 واحد بسببك عبدوا ربنا، كان الموسم بتاعك السنه دي 1000 يوم ذو الحجه، فما تضيعش الثواب، ربنا يسددكم ويبارك فيكم، وانا في غايه السعاده والانشراح بالهمة اللي انا شفتها النهاردة من اخواننا. معرفش اخواتنا تحت بقى احوالهم ايه، حد شدنا اي، في حد طلب وجبات تحت؟ ما حدش يعرف. طيب يعني اللي رتبهم اللي بيعرفين بقى. المهم انا في غاية السعادة من المنظر اللي انا جيت، انا متعمد ان انا اجي من اول العصر من اصلي هنا وتكبيره الاحرام ادركها باذن الله سبحانه وتعالى وفضل الله، وعشان ابدأ فورا، وانا متخيل بقى ان الايه ان الاخوه بقى في فتره الكسل والفتن اللي احنا فيها هيجوا بقى ايه تباعا كده، لقيت ما شاء الله كتاب الله، لقيت صف من الاسود واقف والعصر لسه ايه لم تقم الصلاه بتاعته. هم دول الرجاله وهم دول الاسود، انما اللي قلنا قبل الفطار بنص ساعه دول لا اسود ولا حاجه، دول ايه؟ دول لسه نص نص، مش هيترقوا يبقوا اسود الا لما نقول لهم تربوي من اول لحظه، ليلة تربوية من أول لحظة. ده اللي عايز يتربى، ده اللي عايز يوصل لربنا، ده الراجل، ده الحريص على دينه، ده الشحيح بدينه، ده بإذن الله سبحانه وتعالى اللي أهل إنه يوصل أسرع من غيره يعني. فربنا يحفظكم يا إخواني ويبارك فيكم. الحمد لله أني افتكرت أحد إخوانكم يعني جايب أزازة عطر يا جماعة، فهنوزع إزازتين بإزازتين، خلاص؟ مين ياخد الإزازتين دول ويختم القرآن ختمة في 10 ذي الحجة؟ المشايخ عايزين الغلاء، تعال خد يلا. مين ياخد الازازتين دول ويختم القرآن ختمة في 10 ذي الحجة؟ قال له ايه يا عم رزق الوسنة؟ لا يا عم انت تبعنا ما شاء الله كتاب الله، هتختم؟ طب خد بنام الزباين كتير كده بقى يا جماعه، معلش. مين ياخد الازازه دي ويختم ختمه في 10 ذي الحجه؟ هتختم؟ ومين ياخد الازازه دي انتوا يوم 6 اكتوبر هتعملوا ايه؟ مين ياخد الازازه دي ويوم 6 اكتوبر يعمل اللي بالي باله؟ مين ياخد الازازة دي كده روح في داهية، عايزين نصحح اللي احنا عملناه. مين ياخد الازازة ديت وايه يعمل ايه يا اسلام، يعمل ايه يا اسلام، ويصوم التسعة ايام عشان لو حصل له حاجة يبقى مات وصاي؟ هتصوم التسعة ايام؟ خد يا بطل يلا، هتصوم التسعة ايام؟ خد كمان لصاحبك اللي جنبك يا عم، ده احنا ده وحوش يا عم ما شاء الله لا قوة الا بالله، ده احنا سجاجير الصلاة تتقطع. مين ياخد الازازة دي
دكتور غريب قال حديث حلو، قال الاثار حلوه قوي عن السلف. قال لك اللي اعطق 100 عبده وذبح 100 بدنه ولا 100 ناقه، يعني عايزين ايه يا جماعه؟ مين ياخد الازازه دي ويتصدق بثلث ماله في 10 ذي الحجه؟ اي لا انا مش عايز واحد فقير يرفع لي ايده، ما انا ممكن السلام مين ياخد الازازه دي ويتصدق بثلث ماله يا رجاله في العشر؟ بس حد يكون عنده فلوس، حدش يرفع ايده. عندك فلوس؟ عندك فلوس ايه؟ لسه طالب على قدك؟ طب انت عندك فلوس؟ طب عندك ايه؟ ما لا انا عايزين واحد عنده 3 فدادين يتبرع بفدان للدعوه الى الله، واحد عنده 3 عربيات كده، يعني عايزين حد عنده فلوس. تلت ماله فرصه. دكتور محمد جلال نضاره وتلت ماله ده المنصوره هتتغير. تقول ما يا عم انا مش عايز حد على قد حالته زينا، عايزين حد يا عم معاه فلوس شويه. ها يلا هتتبرع بتلت مالك؟ طب خد يلا، يعني بتقلي معاه شويه، يعني هيبقوا برضه هتلاقي معاه 1000 جنيه ولا حاجه، طلعوا 300 جنيه حد يوصلها له بقى. ربنا يحفظك. ما عادش غير ازازتين يا اخواني، عادش غير ازازتين. مين ياخد الازازه ديت ويصوم التسع ايام ويختم ختمه؟ انت خدت ازازه؟ خدتش؟ طب خد 9 ايام، 9 ايام وتختم ختمه؟ وتعمل يوم 6 اكتوبر اللي بالي بالك؟ يا اما تعتكف في الجامع بقى وخلاص، يعني ايه حاجه خير وخلاص، خد يا عم يلا بالعلمك. قال له سبحان الله، ده لسه في واحده. الله ربنا يحفظك يا فؤاد. مين ياخد دي ويدي كلمه في المسجد، في اي مسجد، عن 10 ذي الحجه وفضل 10 ذي الحجه؟ لا ما هو اللي بيدي اساسا ما انت يعني يكون يعني ما اداش قبل كده. طب نعمل ايه بقى؟ ما هو انتوا الاثنين عايز اديكوا، بس انتوا الاثنين يعني ايه كده، لو اديت لحد ازعل حد. فالركن الركن ايه؟ هتدي كلمه عن 10 ذي الحجه؟ كلام نهائي؟ طيب خد، خد بالعلبه اللي عليها. رجاله بتوع الدعوه الى الله، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم بلغنا 10 ذي الحجة واجعلنا فيها من الفائزين، واجعلنا فيها من المقبولين، اللهم اجعلها خير أيام مرت علينا في حياتنا، اللهم أعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أقمنا على مرادك منا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كله ينطلق بقى عشان إيه؟ يلحق يقوم الليل يا إخواني.